مظلوم. اي والله بظلوي وعميت هاي الشيمة مظلومة مظلومة. انك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لممتحنك صابرة. يا فاطمة سيدتي روحي لك الفداء. الحمد لله على ما أنعم. يا ناس هذا علي أمير المؤمنين في البيت، قال عباب خيبر وصي الأوصياء أفضل الأوصياء، من جعله الله سببا لنجاتكم علي مع الحق والحق مع علي. ليش خليته في البيت والآن وين رايحين؟ أبتا هذا السامري وعجله تبعا، ومال الناس عن هاروني أوصل إلى بوصل عترة أحمدين، فكأنما أوصى بها أن تقطع. يا الله ما فعلوا بأهل نبيه فعلا له عرش الإله تضعضع. الجو ويا مؤمنين قادوا عليا بعده بنجاته. أي ومن البتول الطهر رضايا الأضلعايا كأني بها نادت بويا قامك يا بويا تطلب ديون، كأن ديون من السابق عندهم، ها أعقادا بدرية خيبرية حنينية. بويا قامك يا بويا تطلب ديون، بحياتك فلا قدروا يقولون خلوا الحسن وحسين يبجون. هاي والله خلوا الحسن وحسين، كل من في المجلس ها، والله خلوا الحسن وحسين يبجون. أجرك على الزهرة فاطمة، والله صاحت بويا بويا قومك يا بويا مرمروني مرمروني مارعوني وخلاف عينك مرمروني. هاي والله وخلاف عينك مرمروني. مرمروني يا يا ومن البجع عليك منعوني منعوني وبر المدينه طلعوني. يا ابويا ريت اذكر شيء في المجلس الان بعنوان نعرج على نعرج على كربلاء. اذكر لك الزهراء في مسجد رسول الله قالت الحمد لله على ما انعم، يعني الهي الزهراء راضية عنك الهي، لكن هذول الظلمة. وتعلمت منها ابنتها زينب، زينب لما قال لها ابن زياد عليه اللعنة كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت أما الله فما رأيت إلا جميلا، أما أن فقد قطعت أصلي فقد اجتثثت أصلي وقطعت فرعي، قتلت شيخي قتلت أخي الحسين. يا
والله كل من شافني فوق الهزل قال 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 والله جنت يا حرمة مالك رجال والله مالك رجال ها يا زينة قلت له بلا سبعين خيال والله قد لبل سبعين خيال عفتهم ضحايا فوق الأرمايا يا 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 ويصيح بيت الدعاها ويصيح بعد جرح القلب ما يطيب ويصيح لسان حال زينب عند ابن زياد ها ما يصيح غريبة ولا أخوي وجيت ويصيح عدوي طبع على ابن زياد طبع على ابن زياد ويصيح اخت عباس جبناها سبية يا والله اخت عباس اخت عباس اخت عباس والله اخت عباس اخت عباس صاحت وين الذي ينغر علينا ينغر علينا ويوصل لعد حام الضعيمة وإن كان ما يعرف ولينا على مسهم نابت بعينا 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 ويزراه مقطوع ويمينا هاي والله يسرى مقطوع ويمينا عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني أحمى الضايعات بعدك الرعن في يد النائبات حسرة بوادي اللهم العن أول الظالم اي والله اللهم الحن اول ذاك اللي حرق بيت با فاطمه ذاك اللي جمع الحطب على باب فاطمه سيدي يا ابا صالح اليوم يوم الجمعه مولاي سيدي قوم ما حد غيرك بهاي الوجهه وانشد على الباب يا ولي جسم وانشد امك يا ضلع من الكسر يا اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بإمام زماننا بقلبه المكسور في مصيبة أم الزهراء هنيئا لكم إخوان اي والله بظلوي وعميت هاي الشيمة مظلومة مظلومة